بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في سلسلة تعلم اللغة الفرنسية من خلال وصفة. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre série Apprendre le français à travers une recette. La leçon d'aujourd'hui est Comment monter les tomates. درسنا لهذا اليوم هو كيف ننزع قشرة الطماطم. سوف نقوم أولا بعرض الأواني التي نستعملها بعرض الأفعال التي سوف نستعملها من أجل الوصفة وفي الأخير سوف نقوم بتحضير الوصفة مع بعض. Notre technique ou bien notre démarche pour expliquer cette leçon est d'abord d'énumérer quels sont les ustensiles dont on aura besoin, quels sont les verbes qu'on va utiliser pour, c'est-à-dire décrire cette recette. Et enfin, on va passer à la préparation de la recette. On commence par les ustensiles. Les ustensiles. الأواني. إذن نحتاج في هذه الوصفة أو في هذه التدبيرة إلى un couteau, سكينه. Un récipient, وعاء. وفي الأخير سنحتاج إلى وعاء طبخ, une casserole. C'est quoi ça? En français, c'est un couteau. Un couteau. معناه سكين. ما هذا الوعاء باللغة الفرنسية يسمى بي un récipient. Un récipient. وفي الأخير سوف نحتاج إلى وعاء الطبخ هذا والذي يسمى باللغة الفرنسية بي وعاء طبخ. Une casserole. Une casserole. ننتقل الآن إلى مكونات الطهي. On passe pour les ingrédients. Donc, on n'aura pas besoin d'ingrédients cette fois-ci. Pourquoi? Parce qu'il s'agit seulement d'une technique d'enlèvement de la peau des tomates et non pas comment cuisiner les tomates. سأشرح بمعنى أنه في هذه المرة لن نحتاج إلى مكونات الوصفة أو مكونات الطبخ لأن هذه الوصفة هي عبارة فقط عن تدبيرة من أجل نزع قشرة الطماطم وليست وصفة للطبخ أو لطبخ الطماطم. إذن بعد هذه المكونات سوف ننتقل إلى الأفعال التي سوف نستعملها من أجل وصف هذه التدبيرة. Les verbes qu'on utilise pour décrire cette technique. On commence. سوف نحتاج إلى الفعل laver. Laver والذي معناه يغسل ولقد رأيناه في الفيديوهات السابقة. ôter. ôter معناه ينزع أو يجرد. ينزع شيئا ما. كوير. كوير والذي معناه يطبخ. سنحتاج إلى أيضا الفعل plonger. plonger هو فعل نستعمله دائما والذي يعني نرمي في الماء. يرمي في الماء. frémir. قلنا أن الفعل frémir يعني هو بداية غليان الماء. يبدأ بالغليان. هو ماء ساخن بدأ بالغليان. enlever. enlever معناه ينزع. له نفس المعنى مع الفعل ôter. لدينا الفعل أيضا bouillir. bouillir والذي يعني يغلي. ماء مغلي. سوف نحتاج إلى الفعل épépiner. épépiner قلنا أن معناه أنه ينزع البذور. ننزع بذور الطماطم. concasser. concasser قلنا معناه يسحق. يسحق الطماطم مثلا. découper معناه يقطع. couper découper معناه أنه يقطع إلى قطع صغيرة. cuisiner والذي يعني يطبخ. يطبخ. جيد. إذن بعد هذه الأفعال ومكونات الطبخ وكذلك الأواني التي سوف نستعملها الآن سوف ننتقل إلى تحضير الوصفة أو التتبيرة. On commence. La technique qui va nous permettre de monter les tomates. تدبيرة نزع قشرة الطماطم. Comment monter les tomates? Premièrement,
ou bien la première des choses qu'on doit faire, c'est de laver bien les tomates. كما توضحه هذه الصورة, il faut laver bien les tomates, بمعنى اغسل الطماطم جيدا أو نغسل الطماطم جيدا. ثانيا, بعد غسل الطماطم ماذا سوف نفعل؟ On doit ôter les tiges. قلنا أن ôter معناه ينزع. Les tiges هنا معناه الساق. كما ترون في هذه الصورة فإننا سوف ننزع هذا الساق الملون باللون الأخضر. انزع السيقان, سيقان الطماطم. Troisièmement, ôter le pédoncule avec la pointe du couteau dans un mouvement tournant. ما معنى ôter؟ ôter قلنا معناه ننزع. Le pédoncule, كما ترون في هذه الصورة, le pédoncule معناه السويقة, هذا الشيء الأخضر الذي نراه. إذن انزع السويقة بواسطة حافة السكين مع حركة دائرية avec un mouvement tournant. Très bien. هذه الصورة توضح أن هذه السويقة قد نزعناها. Le pédoncule est bien enlevé. بمعنى أن السويقة قد أزيلت جيدا. Très bien. On passe à l'autre étape. Faire une incision en croix peu profonde. بمعنى أنه سوف نقوم بعمل شق أو علامة في بعمق قليل. كما توضحه هذه الصورة فإننا نرى هذا الشق. الشق بمعنى une incision. Une incision. بعد عمل الشق ونزع السويقة, après avoir pratiqué une incision et ôté le pédoncule, on va plonger les tomates dans l'eau frémissante. Frémissante vient du verbe frémir. Frémir, بمعنى الماء الذي بدأ في الغليان. إذن ماذا نفعل؟ قلنا بأن plonger معناه يرمي الطماطم في الماء. وهنا بما أن الماء est frémissante, donc نقول ارمي الطماطم في الماء الساخن الذي بدأ بالغليان. Bouillir seulement pour quelques secondes. Les tomates ne doivent pas cuire. بمعنى أن يجب أن نغلي الطماطم لثواني فقط, لأنها لا يجب أن تكون مطهية, لا يجب طهيها. Bouillir seulement pour quelques secondes, c'est-à-dire de 30 à 40 secondes. Il ne faut pas dépasser une minute. Très bien. Retirez les tomates et plongez-les directement dans l'eau très froide. بمعنى انزع, ننزع الطماطم من الماء المغلي ثم نضعها مباشرة في ماء بارد جدا. Retirez les tomates et plongez-les directement dans l'eau très froide. بعدها, à l'aide d'un petit coteau, la peau s'enlève facilement toute seule. بواسطة سكين صغير, القشرة سوف تنتزع وحدها بسهولة. Au final, la peau est enlevée et les tomates sont prêtes à être épépinées, concassées, découpées et enfin cuisinées. بمعنى أنه وفي الأخير القشرة قد تم إزالتها والطماطم مهيئة من أجل أن نقوم بنزع بذورها, بسحقها, بتقطيعها وفي الأخير بطبخها. On est arrivé à la fin de notre cours. J'espère que vous avez bien compris ce que veut dire le mot ou bien le verbe monder. Monder les tomates, بمعنى ننزع قشرة الطماطم. إلى اللقاء في حلقة أو في درس جديد معنا. وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم دروس وفيديوهات جديدة.